طيب عايز اسالك بقى على الثالثه شمال، انت عارف ده منبع ماشي الابطال وشعله النشاط لتشجيع الاهلي، هيتم الترتيب ازاي بالظبط. بالنسبه للثالثه شمال؟ هل في داخله التذاكر، تذاكر المباريات كمان هي اونلاين، لكن ازاي بتنسقوا موضوع التذاكر عشان يكون في اكبر قدر ممكن من جماهير الاهلي في المباريات ان بالظبط شاء الله؟ بالظبط. طبعا شوف محمد، موضوع الثالثه شمال بالنسبه لنا هي ايقونه، واول اجتماع كان بيننا وبين اللجنه المنظمه بصفه رئيس رابطه مشجعي النادي الاهلي في قطر، اول حاجه قلناها الثالثه شمال، عايزين الثالثه شمال، وفعلا حاولوا معانا اللجنه المنظمه، وعلى اعتبار انه التيكتنج بتاعت البطوله تابعه للفيفا، فكان في صعوبه في الاول علشان ننسق الموضوع ده، بالاضافه كمان انه عدد الجماهير للاسف هو 30% بس اللي هيحضروا في الاستاد، ففي ضوء العدد المتاح ده الحمد لله رب العالمين الثالثه شمال تقريبا 95% من اللي موجودين فيها جمهور الاهلي. وانا عايز اقول لك، مش عايز اقول لك انه 95% الموجودين في الاستاد هيكونوا الاهلي ان شاء الله إن بامر شاء الله، الله. لانه كان في صعوبه دلوقتي في موضوع الحجز لان العدد محدود جدا، والفيفا هي المسؤوله عن طرح التذاكر اونلاين، فيعني لسه في تذاكر ان شاء الله بامر الله، غير المجموعه الكبيره جدا اللي طرحت والمجموعه الكبيره جدا اللي موجوده في الثالثه شمال، في مجموعه لسه ان شاء الله بامر الله حتى قبل المباراه ب 24 ساعه سيتم طرحها على مراحل. طيب بالنسبه للثالثه شمال وايقونه النادي الاهلي والدخلات، طبعا التيفوز اللي احنا طبعا جاهزين وعندنا استعدادات كبيره جدا لموضوع الدخلات، ولكن طبعا كان في صعوبه كبيره جدا على اساس انه التيفوز هي مساحتها كبيره جدا وهتنتقل من ايد لايد وفي تدابير احترازيه وكده، فكان في صعوبه، فاحنا بالتنسيق مع اللجنه الامنيه واللجنه المنظمه للبطوله قدرنا نوصل لحل وسط ان شاء الله بامر الله، برضو هيسجل حاجه تاريخيه للنادي الاهلي بامر الله. المهم ان كل الاستاد ان شاء الله بامر الله هيبقى ثالثه شمال، جماهير النادي الاهلي في داخل الاستاد وفي قطر هيكونوا داعمين بشكل كبير جدا للنادي الاهلي ان شاء الله بامر الله رب العالمين.